بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نتابع سلسلة شرح إعدادات السبورة البيضاء مايكروسوفت وايت بورد، وهناخذ دعوة شخص ما للمشاركة في السبورة. عندنا هنا ممكن أدعو أي شخص يشاركني في السبورة أثناء الحصة بشرط أن يكون من داخل المؤسسة التعليمية. عندنا احنا هنا هنيجي نضغط على الأيقونة الزرقاء هي دعوة شخص ما، نضغط عليها يبدأ يظهر لي هنا. نبدأ نكتب الأسماء اللي احنا عاوزين نضيفها، مثلا سواء طلاب زملاء وغيرهم. نضغط يبدأ هنا يظهر لي دعوة، نضغط مرة أخرى هيبدأ يظهر لي الشخص اللي أنا دعيته. ممكن أضيف شخص آخر أو عدة أشخاص. لو بصينا هنا على الثلاث نقاط ممكن أعمل إزالة للدعوة، إزالة للمشاركة، أو إعادة إرسال الدعوة مرة أخرى. بعد كده لو بصينا على القلم هنا قراءة فقط، يعني المشارك ما يقدرش يكتب، تبقى قراءة فقط. الثانية يستطيع الكتابة ويستطيع التحرير ويستطيع إزالة وتعديل. بعد كده بتظهر لي هنا صورة الشخص اللي أنا دعوته للمشاركة، وأي حاجة يكتبها على السبورة بتبدأ تظهر صورته جنبيها الكتابة اللي شارك بيها. عند دعوة أي شخص لمشاركته للسبورة هيوصل ليه إيميل بيحتوي على رابط، من خلال الرابط ده يستطيع الدخول والتفاعل معي على السبورة، حيث يتم إرسال الرابط على إيميل الوزارة اللي هو الأوتلوك. وبذلك نكون عرفنا إزاي يتم دعوة شخص ما للمشاركة في السبورة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.